مرة رحمة الله عليه. كأنه في الجنة. هذا رجال يقول أبوي متوفي له سنين، حوالي سنتين، يقول من يوم توفى ما حد رأى عنه شيء. ما حد شافه في الحلم. ما أحد شافه في الحلم ولا أحد طره. من الأهل ومن الربع مرة ما تحلموا عنه. يقولوا سنتين، وبعد سنتين يقول يا والله إنه جاي لولده. في الحلم. في الحلم. سلام عليكم السلام. قال وينك يا أبوي الفترة ما شفناك ولا جيتنا ولا. قال أنا يحاسبوني، يقول زكى، قال من يوم توفيت يحاسبوني وحاسبوني أكثر شيء يعني مثل ما تقول دققوا فيه إذني. يقول إذني مثل ما تقول تعبانة ولا عالجته. خدت يقول هملتها طول. يقول السنتين اللي راحت يحاسبون. يعني شلون؟ يحاسبونه. يحاسبون على إذنه؟ على إذنه. يقول على إذني. يقول إذني. لأنه ما يسمع بها. لأنه ما يسمع ما ولا عالجها. يقول ليش ما عالجتها؟ طيب هذا حلمه. هذا رؤيته. وفسرها. ما أدري والله أنا. قلت حلمت أبوك يا محمد. إي واجد. هو الحلم يقولون إذا كان مثلاً رؤية إنك تكون متوضي وإنك نايم على طهارة. إيه هذه الرؤية. وإنك مصلي العشاء الظاهر. إيه. وتحلمت هنا. رؤية. ما برؤية يعني لها الرؤية لها شروط ولا ما أدري. يمكن أحمد يعلمنا. فيها وقت يقولون محدد لكن أنا قد رأيت رؤيا القايلة الظهر. ووقعت. وقعت جيت عند أبوي عمتي اللي رحمة الله عليها تحلمت بكسوف. اللي والله طعم مقلقل انا وانا اتعلم بهاك الكسوف طال عمرك والناس راح تدعي وراحين كانوا رايحين للمساجد واصحى العصر واروح على المبول ساك الله بالخير يا ابو هي قلت رايت كسوف وكذا مرحبا والله ومسهلا قال الصلاه تعلم به حيث الشوف حتى لو الحين بلا نشوفك من بعيد ان شاء الله واسكت ابوي الظاهر انه مرحبا والله ومسهلا فسره ولا علمني ابو هذا يوم دقيقه ابو حسن بالله يوم خلصنا طال عمرك يوم اخذنا 5 ايام بالضبط من بعد الرؤيه 5 ايام اللي والله عمتي متوفى ويمسكني في العزة قال هذه الرؤية اللي رأيتها الرؤية أنا ما قلت صار أسلم يا أبو حسن عادل بن هيف يا بن هيف يا أبو نايف نجيك ولا تجينا نبي البيض يا أبو نايف عادل عادل الرجل على الرجل ما يردهم شيء الرجل على الرجل ما يردهم شيء ابو نايف اسمع ما في امكم الرجل على الرجل يا ابو نايف يا ابو نايف لا تسفهنا لا تسفهنا يا ابو نايف قال قصو بقي 3 دقائق احمد نسولف عن الرؤية اذا عندك خلفيه عن الموضوع هذا وش شروط الرؤية ومتى نقول ان هذه رؤية وهذا حلم اذا عندك خبر ما حطيتها هي ايوه تنفجر وش يفجر وش هي انطبخت اسمع شروط الرؤيه مو بشرط انك تكون نايم على طهاره يقول حتى رؤيه الكافر احيانا تقع نزودها 5 لان اذنت مره ثانيه نزودها 5 5 دقائق على لا زودها 5 ما في صح حلو تتذكر كامل تفاصيله تتذكر الحلم كامل تفاصيله طيب انا تكون صافي يقولوا فيه رؤيه تكون صافيه صح جاني حلمين كامل تفاصيله ما يروح من بالك جاني حلمين كلها اتذكر تفاصيلها كامل فسرت واحد من لا ما فسرتها واحد من الاحلام يا اخي غريب جاني شخص يعني الشيء اللي صار عن شخص ما ادري من هو وحافظ ملامح وجهه الى اليوم ولا ادري من هو ولا ادري ايش دخلني فيه حتى يوم صار عليه الشيء نطيت منه واحده من خراتي عجيبه جدا ما تشوف رؤيا الا تصير سبحان الله قليل تشوف بس إذا شافت كارثة واحد من ربعنا بعد توكلنا على الله يريجي لمنها حلمت حلم صار أنا أعرف واحد شاف قبل يوم من وفاة جدي أني أبكي أنك أنت يا أحمد تبكي أنا أبكي ويسألني وش فيه أحمد قالوا توفى جده وتوفى جد توفى جدي بعدها بيوم لا لا تدري خيره إن ما نتحلم بالحاجات اللي تصير لنا بكرة خير انك ما تدري وش بيصير لك تخيل انك تعلم الغيب والله انت تموت كانت في شقه اي والله عارف وش بيصير لك الله حطك انسان جاء سؤال قوي ابو حسن يقول لو في دفتر في دفتر مثلا الحين مقفل وفيه مثلا انك تبي تموت في السنه الفلانيه وان عمرك كذا وكذا هل تفتح الدفتر وتقراه ولا تبي تخليه بخليه لانك اصلا خلي الموت خلي على جنب الكلام على انك ما انت بعايش بعد ما تشوف عمرك
لا لا اليوم هذا يعني كانك ماشي لك على سكريبت سكريبت سكريبسس اي تدري بكره انه بيصير عليك حادث تخانق مع فلان بيجي المصيبه الفلانيه وبتدري بخبر وفاه فلان تطلع ابراهيم صح صح تطلع ديلم يعني بتكون حزين اليوم ذا كله على اليوم الجاي ما انت بعايش الحمد لله والله يسوي خير ما راح احد يقول لي يقولون الله لو 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 سيارك لو ان خيرك لاخترت ما اختاره الله لك من رحمة الله سبحانه في عباده ولو دروا الناس لو علموا الناس الغيب ادخلوا بلبس معين ايش بيصير لهم بكره يموتها بيموتون ما تلقى عاش حياتي لقاها موسوسي حق اي والله في سؤال محمد عبد المجيد الحين قبل ما تموت وش الحاجة اللي ودك تسويها قبل ما تموت يا محمد أأمن أهلي تأمنهم بكيف يعني كل النواحي ماديا كل شيء ناحيتي انا يقول من اهلي اضمن حياتهم والضمان عند الله سبحانه طبعا تضمن حسن بكره يقوم قوي الله سبحانه كافلهم بي وبلياي بدون ما اتعب لهم لانه شيء مكتوب لهم في الحياه انهم يا اما يغدون غنيين وقادرين على انفسهم ولا انهم يقعدون عاله على المجتمع عاله ولا فقراء حتى لو اني معهم هذا شيء مكتوب لكن من اللي في قلب الأب يعني ودك أنت قبل ما تموت ودي إني أأمن لهم كل شيء مثلاً مثل البيت مثل السيارة مثل يعني تبي حسن يوم يقوم ما يحتاج أحد يعيش في خير أبوه نعم. هو حي وهو نعم. ميت وأنت أبو سعد أمي كذلك يعني أقول لك أشياء يعني من غير أن الود الواحد أن خاتمته طيبة الله يحسن خاتم مثلاً اللي بقوله نوي شيء بعيد عن المثالية يعني ربي يكون راضي عني إذا رضى ربي عني فبإذن الله اللي خلفي ما نبسين هم بإذن واحد وش الحاجة ودك تحقيق قبل ما تموت تطلع مذيع في MBC مثلا أبوي أنا بموت أو راح أفكر إني أصير كذا لا والحلم اللي ودك تحقق قبل ما تموت أكيد إني ودي أحقق كل الأمنيات اللي أنا قاعد فيك أعظم أمنية إني أنجح في الشيء اللي أنا قاعد أقدم الله يوفقنا وياك إي والله لكن كبرح أنا أفكر إن مقبل على الدار الآخرة ماني مناظر في نجاحاتي أنت تعبد ربك حياتك إيه حتى أنت في نجاحك النفسي يقول الله راضي عني هذا أكبر شيء يا أخوي أنت حلمك يا أخي هو يسألك عن حلمك ما هو بيقول أنت تبي تموت يعني حلم محمد الزعيزعي حلم محمد الزعيزعي طيب إيه بيض الله وجهي يقول أنا حلمي بس إني أمن مستقبل عائلتي الكريمة مستقبل عائلتي أكيد هذا في المقام الأول وإني أكون حققت كل ما أحلم فيه وش حلمك؟ ها وش حلمك اني انا خلاص تبي تحقق وين تلخمت هذا السؤال عباك اسمع تبي تحقق ما تحلم فيه ايوه ارسل لي رقم حلم ولا دريم على جوالي وابشر